السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. اليوم دخلت لموقع الموضات، بحثت جيدا في موقع الموضات واكتشفت يا اصدقاء احد الموضات التي ستفتح لنا مزيد من الاسرار والخفايا الموجوده داخل من هذه اللعبه. المود نصبته هو هذا يا اصدقاء، وراقبوا كما لدينا عدد هائل جدا من الاستر ايجز التي يمكننا فتحها الان وفورا فقط باستعمال هذه الموضات، وسنكتشفها معا بعض هذه الاستر ايجز مرعبه جدا. وبدون ان نضيع الوقت، هي لكي نجرب هذه الاستر ايجز، وانا متشوق صراحه وفي نفس الوقت مرعوب لاني لسه أكيد شيء الذي ينتظرني. لم أقم بعد بتجربة هذه الإستر إيجز، قررت تجربتها معكم أمام الكاميرا لكي نكتشفها معا بالضبط. عدد هائل ما يقارب 14 إستر إيجز يا أصدقاء. إذا كفانا الوقت سنقوم بتجربة جميع الإستر إيجز، لكن إذا لم يكفينا الوقت بطبيعة الحال سنجرب بعض من هذه الإستر إيجز فقط. ولما لا نبدأ بالأورتيغا غوست؟ كلنا يعرف أورتيغا، وهو صاحب تلك المقطورة التي قام تريفر بقتله. هناك شبح خاص به يظهر يا أصدقاء في وقت معين وفي مكان معين، وهي لكي نكتشفه معا. وهي لكي نذهب ونبحث الآن عن شبح الأورتيغا. الشبح ظهر في هذه الأثناء يا أصدقاء الأوفياء، لكن عين الذهاب لمكانه. مكان الشبح على ما يقولون هو أنه يظهر في هذه الضفة هنا. نعم هنا على ما أعتقد، هنا يظهر ذلك الشبح. سنذهب للمكان وسنكتشف. اعذروني يا أصدقاء إذا شعرت بالخوف أو لا، لأن هذه الأشباح ممكن أن تخرج لكم من لا مكان. وصلت يا أصدقاء للمنطقة وكأنني رأيت شيئا ما. انتظروا انتظروا، هناك شيء ما يتحرك يا أصدقاء في تلك الضفة. راقبوا، من هذا؟ نعم دلوست إمسي مع إصابة دلوست. ركزهم ويقوم بالمراقبة. لدينا سلاحنا، قمنا بتزويده بالفلاش لايت الضوء لكي نستطيع الرؤية بشكل جيد. وهي واو 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 واو، ركزهم. وحش أورتيغا قتلني يا أصدقاء قبل أن أقترب عنده. عدت عندهم مرة أخرى يا أصدقاء الأوفياء، في هذه الأثناء سأنتقم منهم. أتساءل أين هو شبح أورتيغا لأني لازلت لم أره بعد، لكن القنابل النووية هنا في هذا المكان. واو واو، عدد الكلاب في إنها كثير. هناك شخص مختبئ داخل من ذلك الباص المدمر. هناك كلب هناك ممتاز، لقد قتلته. أتساءل أين هو الشبح، أريد رؤية شبح أورتيغا. هل هو هنا؟ لا، لديه سلاح سنايبر. هذا أين جئت بذلك السلاح يا أيها المغفل؟ نعم هو هذا، هو هذا، هذا هو أورتيغا يا أصدقاء. لقد قمنا بقتله، مات أورتيغا. وهنا نستنتج حقيقة أورتيغا فإنه لم يمت، لكنه جاء وسيطر على هذه المنطقة. وجدت الكلب الذي سدد علي بالجرنيد لانشر. راقبوا، ها اثنتان من الجرنيد لانشر لديه، مغفل. وكانت هذه الإستر إيج الأولى الخاصة بأورتيغا. الآن قمت بتحميل الماب الخاصة بالسيريال كيلر، وهي لكي نتجه عند هذا القاتل المأجور. لمن لم يسبق له أن عرف هذا القاتل المأجور وأين هو بالضبط، القاتل المأجور موجود في القرية ومنطقة فإنها واسعة جدا وشاسعة، وهو يسكن يا أصدقاء في أحد هذه الأماكن هنا، وهو قاتل الثمانية. لمن شاهد المقاطع القديمة الخاصة بالتي نشرتها، أني سمعت الرصاص يلعلع، والتي تخص قاتل الثمانية، فإن القاتل المأجور هو قاتل الثمانية. هذا المنزل أحد منازله المدمرة بطبيعة الحال التي هاجر. هل هو هذا؟ أتوقع نعم نعم نعم، هو هذا هو هذا، بدأ تزيد عليه. هو هذا يا أصدقائي، ظهر هنا بالقرب من الأوتيل الخاص بالرعب. هذا هو القاتل المأجور يا أصدقائي الأوفياء. بالفعل هذا القاتل المأجور كان يا رفاق في جي تي اي سان اندرياس. الآن فتحت شبح الماينشافت، يعني أن هنا يا أصدقاء ستكون كأنني أستطيع رؤية شخص ما هناك يا رفاق. مع البداية هي لكي نقوم بفتح هذا الباب وندخل ونكشف ماذا يوجد في الداخل. تشيكا بوم، قمنا بتفجير الباب. أنا الآن خائف لأن هذه الماينشافت فيها إستر إيج أصلاً، لكن مع الأسف تلك الإستر إيج موجودة فقط على البلاي ستيشن والنسخ الأخرى، ليست لدي نسخة بلاي ستيشن، لدي نسخة الحاسوب، ونسخة الحاسوب هذا السر غير موجود فيها، لكن باستعمال هذه الموضات سنستطيع أخيراً فتحها. لحد الآن لا يوجد أي شيء. هناك أصوات غريبة يا شاهدوا، هناك شخص ما متوقف. صدر سأقترب منه. لا هذا الشخص غريب هذا. أول مرة سأرى هذه الشخصية في جي تي اي 5. بعد ما اقتربت منه لم يفعل لي أي شيء. لا لا هذا شيء غير. شيء هو ينظر لي الآن. نتجاهله ونتابع الطريق. نتساءل ماذا يوجد داخل من هذا الماينشافت. سمعت صوت ماو. من ذلك الشخص الذي بدأ في التسديد؟ لقد سددت عشوائيا فقط، ممكن أني أصبته. الشخص في الأول لم يسدد علي، جلس فقط ينظر، لكن شاهدوا هناك زومبي. ومن هذا؟ واو ليس لديه جسد، هل ركزوا؟ هذا الشخص الذي سدد علي ليس لديه جسد، نصفه جسد والنصف الآخر مختفي. نعم هذا الزومبي لست متأكد، ممكن أنه خائف. وماذا يفعل هؤلاء؟ مزيد من الزومبيز، خائفون خائفون، هم مرعوبون، على الأقل لم يهجموا علي.
راقب راقب، وعددهم هائل جدا. هم الآن يحاولون التحرك. واو 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 واو، أخافني ذلك المغفل. ظللت مستمرا فإذا به يسدد عليه. من هذا الكلب؟ من هذا الكلب؟ لقد دمرته وسددت عليه. لديه الروكيت لانشر هذا المغفل. واو واو واو، ليس لديه يدان وليست لديه رجلان. صراحة هذا الكلب المغفل أخافني يا أصدقاء. كنت ذاهب مركز مع الطريق فإذا بالروكيت لانشر تأتي تتجهونه. هناك شخص آخر كذلك. هذا فإنني أعرف هذا مع الدراجين. هذا دمرت الجميع. أنا الآن في صدد الهروب. شاهدتم ذلك الرجل الذي دخل يا أصدقاء الأوفياء ومرج بالقرب منها راقب. لقد تحول الآن، تحول يا رفاقي لشبح. مشكل مشكل مشكل، هروب هروب هروب. ممكن أن ذلك الرجل هو الذي سيطر على أولئك الأشخاص لكي يقوم بحمايته. وبعد الخروج راقبوا الباب، لقد قفل. قفل علينا المغفل الباب، علي تفجيره الآن مرة أخرى. لهذا السبب تم وضع روكيت لانشرز هناك. إذا لم تكن لديكم روكيت لانشر، الشيء الذي ستفعلونه ببساطة هو أنكم ستأخذونه وستستطيعون تفجير الباب، لأن بعد الدخول الباب سيقفل مرة أخرى عند الخروج. كلنا يتذكر الإستر إيج الخاصة بالبيج فوت. نعم البيج فوت، فإنه يظهر في أحد المهام بالضبط، ويمكنكم يا رفاقي صيده وقنصه. كذلك بتنصيب هاته الموضات، فإنه يمكنكم إعادة البيج فوت مرة أخرى في اللعبة، ويمكنكم الذهاب وصيده. منطقة البيج فوت كلنا يعرفها، فإنه هنا في هاته الغابات يظهر. لهذا السبب سنتجه للمكان وسنحاول البحث عنه وقنصه. ولكي نستطيع قنصه سنحتاج بالضبط لهذا السلاح الخاص بالسكوب. نعم هو ما الفداية يا رفاق، ركزوا، هو في الأسفل هناك يتمشى هنا. مرة أخرى لدينا عدد هائل جدا الآن من البيك فوت يتمشون بالفعل، لكن لكي تستطيع رؤيته ستحتاجون بطبيعة الحال لهذا تيرمال سكوب. هذا باب القرب من النار، سنذهب عند ذاك الآن وسنحاول يا أصدقاء الاقتراب منه. البيك فوت في جي تي 5 فإنه يخاف كثيرا منكم، لهذا السبب إذا حاولتم الاقتراب فيجب عليكم الاقتراب ببطء والحذر. ها هو بسرعة بسرعة بسرعة. والبيك فوت فإنه يظهر فقط في الليل، في الصباح لن تجده. هو يتمشى يا أصدقاء في هذه الضفة. هاو هاو، يا سلام البيج فوت أمامنا مباشرة، يمكنني صيده إذا أردت، لكن لن أقوم بصيده بل سأتركه يا أصدقائي الأوفياء. هذه الإستر إيج، الشيء الذي تفعله بالضبط هي أنها تقوم بإعادة البيج فوت مرة أخرى، وسيظهر لكم في لعبة جي تي اي 5 إذا اشتقتم لها بطبيعة الحال، لأن بعد تلك المهمة السرية فإن البيج فوت لا يظهر. ولا تنسوا أن هذا البيج فوت هو عبارة عن إنسان، لكن إنسان بدائي يعيشون في الغابات ويظهر فقط في الليل، في الصباح لن تجده. الآن قمت بفتح سير المركبة الفضائية الساقطة، اكتشفناه كان موجود في لعبة جي تي اي 5. وكيف أجابتنا شركة روكستار جيمز عنه؟ أجابتنا عنه في أحد المهام في جي تي أونلاين. مع الأسف في جي تي اي 5 العادية غير موجودة تلك المهمة. قمت الآن بتفعيل إستر إيج التي ستفتح لكم هذا الشيء، وبالفعل المركبة الفضائية فإنها ستسقط يا رفاق في هذا الجبل بالقرب من التكنجي العسكرية. وها هي المركبة الفضائية لقد سقطت. سنقترب الآن لها وسنكتشف ماذا يوجد هناك بالضبط. علينا الحذر كذلك لأن الأمور لا تبشر بالخير. كأني أستطيع رؤية أشخاص. ركزهم، هناك شخص، هناك شخص كذلك في الأسفل. واو واو واو، المعركة ستكون شرسة يا رفاقي في هذا المكان. وهناك أشخاص نازلوا للأرض يستعملوا سلاح سنايبر. كأن اليو اف او نزل الآن، والرجال العساكر أو الميري ويدر هم محيطون به. اشتعلت فيها النار المركبة الفضائية، اشتعلت فيها النار. وشاهدوا ها هم الناس، ركزهم، هم عبارة الشرطة، رجال الشرطة العساكر. واو 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 واو، لقد اقتربت. من هذا؟ رجل فضائي، ركزهم، رجل فضائي يحاول يا رفاق إصلاحها، يحاول إصلاح المركبة، ورجال الشرطة هم جالسون هنا لم يستطيعوا الاقتراب. لا لا، هذا شيء غريب. هذا الأمور فإنها آمنة لحد الآن. واو واو واو، بدأوا في التسديد، بدأوا في التسديد. مشكل مشكل مشكل، سأقوم بتدميرهم يا أصدقاء. من هؤلاء الأشخاص الذين بدأوا في التسديد؟ ممكن أنهم يريدون الاستولاء على الثروات الخاصة بالمخلوقات الفضائية. المعارك الشرسة بدأت، ركزوا مباشرة بعدما بدأوا في التسديد عليها. لقد بدأ رجال الشرطة كذلك في تدميرهم، دمروا المخلوق الفضائي الذي كان موجودا هنا. هل أستطيع الصعود فوق منها؟ لا لا، مع الأسف لا يمكن الصعود. نعم رجال الشرطة فإنهم يقومون بمساعدتنا يا أصدقاء، لقد قم بتدمير. شاهدوا كيف نزلوا الأرض. واو واو واو، تحركوا قليلا فقط، قم بتدميرهم وبعدها نزلوا للأرض. واو ها ها ها، لقد رأيته رأيته، ممتاز قتلته. المخلوقات الفضائية يسددون علينا. وهذا الشخص، هذا الشخص مع الناس. نعم أتوقع بأن هؤلاء متواطئون مع المخلوقات الفضائية، لكننا قمنا بتدميرهم، دمرنا جميع المخلوقات الفضائية تقريبا الموجودون هنا. أنهيناهم. وشاهدوا هذا الأسترونوت، هو عالق تلك الحقيبة.
اتصلت عليه واش هذا شي لحق بدي يوجد فيها ايوا الاسرار شنو جمال. نعم لقد اخذتها قمت بقتله دم اخذت يا رفاقتي تلك الحقيبه لست متاكد ماذا يوجد بداخلها. لا لا هذه الاستر ايج خطيره جدا تشبه الاستر ايجز التي قلت لكم موجوده في جي تي اون لاين لكن عليكم فعل الكثير من الامور لكي تستطيعوا فتح تلك الاستر ايج. اذا لعبتم عادي فانكم لن تفتحوها هي موجوده على اليوتيوب. احد الشباب الاجانب شاهدت بان قام بشرح الطريقه بالضبط لكي تظهر لكم لان عليكم فعل بعض من الامور لكي تظهر لكم تلك الاستر ايج هي موجوده يا رفاق في جي تي اي 5 العاديه اذا اردتم اخراجها. وهناك شخص ما هو هذا الظل اعدكم رايت بانه يتحرك شاهدوا في الفوق. لا 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 المخلوقات الفضائيه تستطيع الطيران حسنا سانسحب. See you later boy see you later. ومن منا لا يتذكر ستيف هينز شبح ستيف هينز سيظهر يا اصدقاء في هذا المكان بالضبط في المنطقه التي قمتم بقتله فيها. رايجو هناك شيء من هذا. نعم هذا هو الشخص الذي كان يقوم بتصوير ستيف هينز. ممتاز قمت بتدميره يعني ستيف رجال اف اي بي الكلاب من اين خرج رجال اف اي بي ستيف هينز سيكون يا اصدقاء موجود في هذا المكان علينا فقط البحث عنه. تسدد علي شخص رجال اف اي بي الكلاب اين هو البوس الخاص بكم اين هو ستيف هينز. لا تقلق يا ستيف هينز لن اقتلك لانك ميت اصلا. اين هو ستيف هاو اتبعه على الاقل هنا ستيف هينز وير ار يو هاو ستيف هينز شبح ستيف هينز راقبه هيا موت يا ستيف هينز. اول مره اعرف بانه يمكنكم قتل الاشباح في لعبه جي تي اي 5. مات ستيف هينز الموف الغبي قتلناه مرتان. المره الاولى تريفر والمره الثانيه الان مايكل. واخيرا وليس اخيرا من منا لا يتذكر جوني. جوني احد الشخصيات المهمه جدا في لعبه جي تي اي 4 صديق نيكو بيليك لكن مع الاسف في جي تي اي 5 سيقوم تريفر بقتله كما قتل نيكو بيليك. كذلك لدينا اسرار تبين على ان نيكو بيليك لقد قتل وها انا جئت للمكان فاذا بي اتفاجأ بانه مقفول. شبح جوني موجود هنا يا رفاق وقام بقفل المكان علي لكي لا نستطيع الدخول رغم كل هذا سنحاول الدخول رغم عن انفكم لكي نلتقي بجوني. نصعد من هذه المنطقة وهي لكي نبحث عن شبح جوني رغم أني بعدما دخلت مباشرة الكلاب لقد جاءوا بدأوا يسددوا علي. هدفنا هو جوني فقط لا غير لا يهمني أمركم أنتم يا أيها الكلاب. دخلت للمعمعة وأتوقع بأنني وجدت شبح جوني يا أصدقاء لكن انتظروا أولا سأقوم بقتل ذلك الكلب هناك في السطوح نقتل كذلك تلك وها هو يا أصدقاء جوني. هل رأيتم؟ لقد رأيت سلاحه فقط أنت أصبت أسقطته للأرض. هل مات؟ لقد اختفى يا رفاق شبح جوني كان هنا لقد قتلته يا اصدقائي واختفى. شاهد الجليش التي حدث رايتهم عن بعد سلاحه يظهر على ان فيه الالوان واذا اقتربتم السلاح يصبح عادي بعدما اصبته لست متاكد الشيء الذي حدث بالضبط لكنه هرب هرب شبح جوني الموفى يعني ان شبح جوني لا يموت هو مختلف تماما عن شبح ستيف هينز. عددهم كثير بطبيعه الحال لكن استطعت تدميرهم شبح جوني قمنا بتدميره كذلك يعني ان مهمتنا لقد انتهت. وبهذا يا اصدقائي سنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم استمتعت كثيرا صراحه بتجربه هذه الاستر ايجز فتحولنا من اشخاص عاديين الى قناصي اشباح. لا تنسوا يا رفاقي الاوفياء فضلا منكم بطبيعه الحال وليس امرا مني دعموا بالضغط على زر لايك ونشروا المقطع مع اصدقائكم واشتركوا اذا كنتم مع المشاركين حتى ذلك الحين كان معكم ياسين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوا بان السلام هو خير ختام.